بسم الله يا ابو الابن والروح القدس اله واحد امين. كيريا ليسون يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان كل وانا الدهر الدهور كلها امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر ألوات لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. هذا لازم من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان دهر دهور كلها أمين. رحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفتك تمحو إثمي، تغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي تطهرني، لأني عارف بإثمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني أنا ذا بلا أثام حبلى بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا فرحا فتبتهج عظام المنسحقة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحي كل أثامي، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدده في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، فأعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله، إله خلاص يبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، ولكنك لا تشرب المحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، قلبا منكسر المتواضع لا يرزله الله. انعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ صرب ذبائح البر قربان المحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك العجول. هللويا. شويس نينان شويس نينان صلاة تسبيحات النوم من هذا اليوم المبارك قدم المسيح ملكنا وإلهنا، أرجو أن يغفر لنا جميع خطيئنا كثيرة أمين. من مدامير 30 معلمنا داود النبي الملك الطاهر بركات رجمعنا أمين. نقول مزمور 141 مع بعض. بصوت إلى الرب صرخت، بصوت إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيق عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي. في الطريق التي أسلك أخف لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من يعرفني، ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي. فصرخت إليك يا رب وقلت أنت هو رجائي وحظي في أرض الأحياء، انصت إلى طلبتي فإنني قد تذللت جدا، نجني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك يا رب، إياي ينتظر الصدقون حتى تجازيني. هللويا. دوكساسيوس يوسيمون فصل شريف من إشارات الإنجيل معلمنا ماري لوكا البشير التلميذ الطاهر بركات رجمعنا أمين. وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنع عنه كما جاء في الناموس، حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم، مجد لشعبك إسرائيل ومجد الله دائما من أبدين أمين. هو ده أنا عتيد أن أقف أمام الدين العادل مرعوب ومرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستقوي الدينونة.
لكن طوبى يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقاد الكسل وتضرع المخلص بالتوبة قائلة: اللهم ارحمني وخلصني، دوكسابت ريكايوكي أجيوب نظماتي. لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكانت لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الردية وشرك القبيح أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي وأنت على سرير الخطايا منطرحة في إخضاع الجسد المتهاونة؟ أيها المسيح، لهن الكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشى، ولنور شعلهوتك أجزع. أنا الشاكر المتدنس الراكض على فراش المتهاون في حياتي، لكن يا تغسرت العشار كاران صدري قائلا: اللهم اغفر لي اني خاطي كينين كياي كيستوس يونستونيونون آمين. أيها العذراء الطاهرة، اسبل لي ظلك السرير معون لعبدك، ابعدي أمواج الأفكار الضيعان، وانهدي نفس المريض للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والتي ينبوع الحياة ملك ولا يسوع المسيح رجائي. يا ريت كلنا نصلي كريليسون مع بعض من بيوتنا، أنا هقول ربع وأنت ترد عليا بالربع التاني. نسألك يا حول الله اسمعنا وارحمنا، اغفر لأخطائنا كثير آمين. كريليسون كريليسون يا رب ارحم، كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا، كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله، كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم، كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا، كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. قدوس 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 رب الصباوت والسماء والأرض المتمم من كرامتك، ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدة ضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا، ليس صنعناها بإرادتنا ليس صنعناها بغير إرادتنا، لا تدفع عنها بمعرفة ولا تدفع عنها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من اسمك القدوس، ليس دعاء علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا، جعلنا مستحقين لكل بشكر. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فصح واغفر لنا اسمك القدوس كصالح ومحب البشر، وانعم علينا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرا من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر من كل ضرب من كل تجربة العدو، بالنعمة ورفات محبة البشر الوقت لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والإكرام والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل ما يظهر دور كلها أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح لهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم مختلين وألهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيى، الداعي لكل الخلاص أجمع بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نق نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك للأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين الكل بكل شكر. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. ألو سلام، ازيكم؟ وحشنا كتير. أهلا بيكم النهاردة في يوم جديد من اجتماع أسرة البابا أثناسيوس. مبسوطين جدا جدا ان احنا معاكم. خلاص هانت، سمعنا النهارده اخبار حلوه، يعني ان شاء الله
11 10 الاثنين 11 10 او الاثنين 18 10 فاحنا بنتكلم يعني within 3 to 4 weeks باذن الله نرجع لحياتنا الطبيعيه باذن الله الكنيسه تتفتح تاني ونرجع تاني للكنيسه. بمناسبه الكنيسه كنت بتكلم مع واحد امبارح زميلنا من اسره البابا أثناسيوس بتكلم معاه وبيقول لي يعني بيفكرني قد ايه لما كانت الكنيسه مفتوحه كنا دايما بنكومبلين الكنيسه زحمه ما فيش باركينج كل الحاجات اللي احنا كنا بنعملها دي. وبيقول لي يا جون انا دلوقتي بتهيألي يعني لو هروح الكنيسه لما الكنيسه تفتح لو هروح ماشي مش هعلق يعني خلاص no complain مش هعمل اي complain تاني. فبرضو يعني كوفيد دوت واللوك داون ده علمنا حاجات برضو يعني دروس بنستفاد منها. النهارده باذن الله في الاجتماع معانا ضيف عزيز علينا كلنا معانا الدكتور سمير ابراهيم. الدكتور سمير ابراهيم طبعا غني عن التعريف هو هيكلمنا هو اصلا بيزد ان هو عايش في ملبورن وهيكلمنا في الزوم النهارده عن how to survive lockdown. بنفكركم النهارده برضو ان الشيلد اجازه لمده اسبوعين فمعلش الاسبوعين دول بس وبعد كده باذن الله نرجع تاني. النهارده برضو معانا اخونا مينا في الترانيم نبتدي مع مينا بالترانيم وبعد كده نرجع تاني. ربنا معاكم. انا لسه كنت اقول لك يا مينا احنا مش شايفين صورتك بس دلوقتي احنا شايفين صورتك. سلام يا جماعه مساء الخير. ازيك يا جون؟ ازيك يا مينا عامل ايه؟ ربنا يخليك. على راي كلامك اللي كنت بتقوله بالصدفه انا كل الكلام النهارده بيدور حوالين الكنيسه. في مزمور كده 5 عدد 7 بيقول اما انا فبغسلة رحمتك ادخل بيتك واسجد قدامها القدسك هيكل قدسك بمخافتك. المزمور ده كتبه داود النبي وهو بعيد عن هيكل ربنا وهو بعيد عن المكان اللي ممكن يسجد فيه لربنا بس كان عنده الرجاء وكان عنده البصيرة الروحية انه هيروح انه داخل انه باب ربنا مش هيتقفل قدامه ابدا. باب الكنيسة هيفضل مفتوح وكل ولاد ربنا هيبقوا جوه الكنيسة. كان بيقول اما انا فبكثرة رحمتك ادخل بيتك. انا يا رب داخل بيتك علشان انت رحوم مش داخل علشان انا كويس ولا علشان انا بخدم ولا علشان انا ليا شركة حلوة مع كل اخواتي في حاجة معينة. لا هو عشان رحمة ربنا كبيرة. تعالوا مع بعض كده نبتدي نرنم الترنيمة الاولانية اللي كلنا عارفينها ترتيب الدوبي دوبي فينا. Yeah.
مشبعاً من لينا هنلاقي غزاماً تانية بننور زينا ونشوف قديس من عليك ونسيت وسطينا بتقول
في سفر يشوع النبي إصحاح 24 عدد 15: وإن أساء في أعينكم أن تعبدوا الرب فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون، إن كان الآلهة الذين عبدوهم آباءكم الذين في عبر النهر، وإن كان الآلهة آلهة الأموريين الذين أنتم ساكنون في أرضهم، وإما أنا وبيتي فنعبد الرب. يشوع كده في آخر الإصحاح، في آخر السفر بتاع يشوع، جمع كده كل الشعب وقال لهم، قعد يفكرهم من ساعة ما كان ربنا مع أبونا إبراهيم وعمل إيه مع الآباء وعمل إيه مع شعب بني إسرائيل، وخد بإيديهم إزاي وهما بيعبروا من النهر، وخد بإيديهم إزاي في كل موقف. في الآخر برضو زي طبعنا إحنا كشعب، زي طبع النفس البشرية، لما بتقول لربنا دايما أنا بتذمر، أنا زعلان، أنا غضبان. بس في وسطهم يشوع قال لهم اختاروا انتوا عايزين مين، انتوا عايزين ايه. بس هو كان عنده القوة انه يقدر يقف ويقول اما انا وبيتي نعبد الرب، يقدر يقف ويقول بيتي بتاعك يا رب، احنا كلنا انا واسرتي لينا، احنا ليك. مش مشكلة العالم حواليا عامل ازاي، مش مشكلة الظروف اللي حواليا عاملة ازاي، مش مشكلة اللوك داون، مش مشكلة الضغوط النفسية اللي كل واحد فينا بيتعرض ليها، لكن كان عنده قرار، كان ديسايسيف، قال أنا وبيتي نعبد الرب. تعالى نرنم الترنيمة الجاية اللي بتقول تعالى يا يسوع بيتنا، نرنمها مع بعض كلنا بروح، تعالى يا رب اسكن في بيتنا، تعالى يا رب خلي بيتنا كنيسة، إن أنا وبيتنا يا رب نعبد الرب. بعد كده تعالوا كلنا ترتيلة ترتيلة قديمة بتقول: في ظل حبيبي اشتهيت الجلوس، مريح التعابة معز النفوس. احنا الترتيلة دي متاخد من ألحان كنيستنا، في إفسرية من إفسريات التسبيحة متاخدة من نفس اللحن ده. تعالوا كلنا كده نقعد تحت رجل المسيح وناخد الترتيلة دي ونتعزى مع بعض. موسيقى
ترانيم تراث، انا فاكر دي طفولتنا كلها، كرار القطيع الصغير طبعا فكرتنا بالايام الحلوه يعني. ميرسي جدا يا مينا وميرسي يا ساره، ربنا عوضك حبيبي. بنفكركم النهارده ان باذن الله هيبقى في بعتنا لينك للاسئله الدكتور سمير، ممكن لو عايزين اي حد يسال اي سؤال ريليتد للموضوع اللي هيتكلم فيه بليز لو سمحتوا في لينك اتحط على بوب أثناسيوس فاميلي على الواتساب. لو في أي أسئلة بس هتخش على اللينك وتكتب الكود وتكتب سؤالك. النهاردة خدام الاجتماع اختارونا فيديو علشان التين مينتس. فكرة الفيديو طبعا هو الفيديو لكلمة منفعة لمثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث. طبعا كل ما نتكلم على قداسة بابا شنودة الثالث لازم نفتكر ان احنا يعني محظوظين جدا 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 ان احنا عصرنا وعشنا وتعلمنا من قداسة بابا شنودة. سأذكر التاريخ ان الراجل دوت يعني قداسة بابا شنودة ده راجل عظيم في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية. كلمة المنفعة النهاردة عن فكرة صلاة اللجاجة وخصوصا من الناحية الروحية، يعني مثلا أنا مثلا عندي مثلا خطية معينة مش قادر أتخلص منها، هل أنا بصلي بلجاجة عشان الخطية دي تبعد عني؟ عندي مثلا فضيلة معينة ما بمارسهاش عايز أمارسها، هل أنا فعلا بصلي بلجاجة وما بسيبش ربنا فعلا غير لما يحقق لي طلبي ولا لا؟ أسيبكم مع فيديو لمثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث عن الصلاة بالجاجة. Thank you. داود النبي كان يصلي إلى أن يصل في جزء من صلاته يحول الطلب إلى شكر، يقول ابعدوا عني يا جميع فاعل اسم،
فإن الرب قد سمع صوت صلاتي، الرب سمع صوت تضرعي، الرب لصلاتي قبل. ده بيقول الكلام ده هو لسه بيصلي، بيقول الرب سمع صوت تضرعي، الرب سمع صوت صلاتي، الرب لصلاتي قبل. فليبتهج ويفرح قلبي. راجل بيحول الطلب إلى شكر، لأنه بيمسك في الله وما يسيبوش غير لما ياخد اللي هو عايزه، ما يسيبوش غير لما ياخد اللي هو عايزه. احنا ناس بنزهق بسرعة. يعني ايه بنزهق بسرعة؟ يعني يا رب اعطيني، طب مش عايز تعطيني بلاش انا ماشي. ايه الكلام ده؟ دي صلاة؟ دي مش صلاة. ده ايليا ساعة المطر كان ربنا مديه الوعد ان هينزل المطر، وراح صلى مفيش، ومرة تانية مفيش، وتالتة مفيش، ورابعة مفيش، وخمسة، لغاية سبع مرة لقى غمامة زي قبضة اليد، انبسط. يسيب ربنا؟ قل له خلاص يا رب مش عايز تديني بلاش انا ماشي. في فضيلة اسمها طول الاناه في الصلاة. ازاي الواحد يكون باله طويل؟ ازاي يصارع مع الله؟ انتوا يمكن سمعتوا عن قصة يعقوب اب الاباء، انه صارع مع الله وغلب، لكن يمكن في جزء من التفاصيل سبتوه. ده بيقول ظل يصارع معه حتى مطلع الفجر. سبته دي ولا ايه؟ حتى مطلع الفجر، يعني طول الليل يجاهد معاه لغاية مطلع الفجر. قال له مش سايبك، انا لا اتركك، انا لا اتركك، مش سايبك حتى مطلع الفجر. طب ده زقة واحدة من ربنا كانت تطيره، لكن هو كان شديد وماسك ومثبت في ربنا، يقول له لا اتركك ولو ادى الامر نقعد بالصبح. يعني قعد مدة طويلة يعقوب يصارع حتى مطلع الفجر، لم ييأس، لم يمل، لم يتضايق، لم يكف، لم يصمد، قاعد يصارع حتى مطلع الفجر. ده اللي ربنا عايزه، عايز يشوف مدى الثبات بتاعنا في الطلبة، مدى رغبتنا في ان احنا نمشي معاه. وبعدين امسك وعود الله. هو قال اعطيكم قلبا جديدا، قال بس؟ ده قال تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. امسك الايه دي وتشبث بيها، قل له صدقني يا رب الايه دي اكتر انسان تنطبق عليه الايه دي هو انا. انا صحيح الثقيل الاحمال والمتعب، يمكن ما فيش حد متعب قدي ولا حمله تقيل قدي، انا اللي احتاج انك انت تريحني، كفاية التعب اللي انا مشيت فيه طول هذا الزمان، ابتدي يا رب ريحني. امسك وعود الله، بيقول ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. قل له يا رب انا عايز احس بدي، عايز احس انك انت معايا. صحيح ان اسمك عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، لكن انا مش عايز امسك في تسميات، انا عايز احس عمليا انك انت عمانوئيل، عايز احس عمليا ان الله معنا. الحكاية دي قالها جدعون كان راجل يعني فاهم شغلانته بالظبط. وبعدين حصل ان جدعون ده كان
موجود. وبعدين في إصحاح 6 من سفر القضاه بيقول: فظهر له ملاك الرب وقال له: الرب معك يا جبار البأس. فقال له جدعون: أسألك يا سيدي، إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه البلايا؟ وأين كل عجائبه التي أخبرنا بها آباؤنا قائلين كذا وكذا وكذا؟ والآن قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان. قال له: قاعد تقول للرب معاك، معايا فين؟ احنا هنضحك على بعض ولا ايه؟ معايا فين؟ خليك عملي. ان كان الرب معنا زي ما انت بتقول، فلماذا اصابتنا هذه البلايا؟ واين عجائب التي حدثنا بها اباؤنا الاولين؟ فين هي؟ لقد دفعنا الرب الى يد مديان. وبعد كده بتقول للرب معاك: وظل جدعون الى ان اخذ قوة واخذ وعد وامتلأ من روح الله واخذ روح الله يحارب به ويخلص كثيرين. ادي المسألة. قل له: يا رب انت مش اسمك عمانويل؟ طب كويس خالص، الله معنا، عايزين نحس انك انت معانا، عايزين نحس انك انت معانا، عايزين نشوف عملك فينا، عايزين نلمسه، عايزين نشوف نتيجته. ما دام انت معانا، شغلك معانا ده مش يجيب نتيجه؟ نشوف النتيجه بتاعتك فينا ايه. يا اخوتي، انسكبوا امام الله وصارعوا الله وجادلوا مع الله، ولا تتركوا الله حتى تأخذوا منه. لا تظن ان صلاتك اعطاء لله، لا، انت صلاتك عملية اخذ. مش تقول انا رايح لربنا اديله قلب ولا اديله وقت ولا اديله كلمتين يمكن يبسطوه، لا ابدا. ده انت تقف امام الله لغاية لما تاخذ، مش بترفع ايديك كده زي اللي بيطلب طلب ومادد ايديك وفتحهم. قول له: يا رب انا فتح ايدي، املاهم، املاهم عن لقل اسمي خدت منك حاجة. انا المرة دي عايز اخد منك شوية تواضع، المرة دي عايز اخد منك شوية وداعة، المرة دي عايز اخد منك شوية طهارة، المرة دي عايز اخد منك شوية شجاعة، المرة دي عايز اخد منك مقاومة للافكار. اديني شيء وبس، اي حاجة اسمي خدت طلعت منك بحاجة، اسم طلعت منك بحاجة. المرة دي انا عايز اخدك انت، اخدك انت، احطك في قلبي واحطك في فكري واقول انا خدت ربنا. ادي الانسان اللي بيصارع مع الله لكي يخلص، اللي بيصارع مع الله لكي يأخذ قلبا جديدا وروحا جديدا. وربنا يقول: اجعلكم تسلكون في وصاياي وتحفظونها وتعملون بها. هي دي الشغلانة. امسك وعود الله وحدثوا عنها. بيقول: لا أترككم يتامى، أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. هلموا نتحاجج، يقول الرب. طب نتحاجج نقول إيه؟ نشوفه بيقول إيه في الإصحاح الأول من سفر إشعياء النبي. بيقول: هلموا نتحاجج، يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. طب هي لسه يا رب قاعدة زي القرمز، وقرمز غامق كمان مش قرمز عادي، عملت فيها إيه أنت اللي بيضتها كالثلج؟ امسك في ربنا وقول له: اغسلني يا رب فأبيض أكثر من الثلج،
وربنا يغسل فيك. قل له كمان تاني دي اول فم، اديني تاني فم وتالت فم واعصر ونظف وما تسيبنيش كده، ما تسيبنيش كده. خلي ربنا مش بس يغسلك، يغسلك وينقيك وينقيك لغاية لما تبيض، تبيض اكثر من الثلج. ده الواحد يقف على كلمة يبيض اكثر من الثلج كده ويقف، يقف في عجب. ايه اللي يكون ابيض من الثلج ده؟ اخر نقاوة ممكنة ابيض من الثلج. طب يا رب خليها زي بياض الثلج وكفاية، ده انا راضي بيها قوي. داود لما كان بيطلب، كان بيطلب طلب بسعة، عارف انه بيطلب من الله الغني والله الجواد، الله الكريم، الله الذي يعطي بسخاء، الله المحب، الله القادر على كل شيء. عشان كده يقول له اغسلني ايه؟ فابيض اكثر من الثلج، ابيض اكثر من الثلج. ان وجدت نفسك بتبيض في طريق الله قل له لسه يا رب شوي، لسه انا عايز ابقى ابيض من الثلج. ابص في نفسي كده ما الاقيش نفسي، الاقيك انت، الاقيك انت جوايا، واحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. ولما المسيح يحيا فيا ابص لنفسي الاقيني ابيض من الثلج. يا ليتكم تصارعون مع الله لكي تاخذوا. ربنا ينفعنا بصلوات قداسة البابا شنودة. طبعا فيديو مش محتاج ان التعليق عليه يعني. النهارده باذن الله زي ما قلنا في الاول بيشرفنا وينورنا ان الدكتور سمير ابراهيم يكون معانا النهارده. طبعا الدكتور سمير غني عن التعريف، اخر مره كان معانا الدكتور سمير كان معانا في الكامب بتاع 5 and 2، كنت هقول في اللوك داون يا دكتور، ازاي حضرتك عامل ايه وانت معايا برضه؟ ده موضوع الساعه اصلا. انت حضرتك معانا في اللوك داون. هو انا لازم اعترف ان انا قلت قبل كده انا ضد فكره الزوم وضد فكره الاونلاين وكده، بس تشاء الظروف من مميزات الاونلاين والزوم ان احنا ممكن ناخد يعني كلمات وعظات من ناس انترستيت يعني. و thank you very much دكتور for joining us النهاردة. بإذن الله احنا زي ما قلنا جماعة اللينك احنا بعتناه لأي أسئلة، أي سؤال حد عايز يسأله الدكتور سمير بليز لو سمحت feel free. أنا شايف الأسئلة هي ابتدت تيجي، إن شاء الله بعد ما الدكتور سمير يخلص بإذن الله ناخد بعض الأسئلة ونجاوب عليها. أسيب الميكروفون للدكتور سمير، فضل دكتور. أشكرك. هل معنا حد من الأباء الكهنة؟ لا هم مش موجودين النهارده. طيب نبتدي. بسم الله والابن والروح القدس، الله الواحد امين. اشكركم على الدعوه الجميل. حاضر اشير سكرين؟ حضرتك بتهيألي ممكن الادمن يعمل لحضرتك دلوقتي انت تقدر تشير. جود. هوب يس وي كان سي ات. أشكركم وما بيتهيأليش إن في حد عنده خبرة في اللوك داون أكتر من الناس اللي عايشين في فيكتوريا. ده إحنا أصبحنا خبرة، أنا بيتهيألي مش هنعرف نعيش تاني لو فتحوا اللوك داون، لأن يعني إحنا بقالنا بتاع 250 يوم مثلا.
فإحنا خدنا على اللوك داون ما نقدرش نغيره، لكن طبعا دي دعابة. موضوع اللوك داون لن نختلف إنه اتسبب فيه تغييرات كثيرة جدا. هو إيه حكاية اللوك داون؟ هو يا ترى مضايقنا فيه؟ وليه اللوك داون ده أثر فينا وأثر في الكثيرين؟ وإحنا بنتكلم على اللوك داون هو ما أثرش بس في الجاليات القبطية وخلافه، لكن ده أثر في كل الشعب اللي موجود في مناطق اللوك داون. من أهم الحاجات اللي لازم نفتكرها إن إحنا كبشر ما بنحبش حد يفرض علينا حاجة، يعني ده مبدأ معروف. بنحاول إن إحنا نلتزم بالقوانين والقرارات، لكن لما حد يجي يفرض عليا حاجة صعبة. يعني في ناس بتحب إن هي تعيش في عزلة، ده اختيار، دول ما بيشتكوش. إنما لو حد اتفرض عليه اللوك داون بمشاكله اللي احنا كلنا عارفينها وحنتكلم عنها حالا دلوقتي، بنحس إنه اللي فرض عليا حاجة بيخلق جوه الإنسان شيء من الضجر. الحاجة برضو التانية اللي تبقى مشكلة إن أنا مش عارف اللوك داون ده هيخلص إمتى. أي نعم إحنا بنسمع كلام السياسيين، طب لما نطعم، طب لما يبقى 60%، لا 80%، لا 70%، لا يوم 11، لا يوم 5 نوفمبر، لا مش إنما بالظبط بالتحديد اللي هيحصل محدش فينا عارف، لأن الحاجات دي ممكن تتغير بين يوم وليلة. لن نختلف إنه الأولاد من أكتر الناس اللي يتأثروا باللوك داون، سواء كان التأثر ده دراسيا، سواء كان التأثر ده على مستوى النمو الاجتماعي، على مستوى التواصل وصنع الصداقات، على مستوى اكتساب الخبرات الحياتية. مفيش شك انه قعدتهم في البيت، وانا بكلمكم من فيكتوريا واحنا عندنا لوك داون فوق 230 ولا اكتر يوم، فاحنا بنتكلم على الاولاد اصبح عندهم نوع من الـ يعني التعود. يعني بعض الناس من فترة قريبة بيقولوا لي انا خدت ولادي in a park وما كانوش عارفين يلعبوا ازاي من كتر ما خلاص دماغتهم خدت ان هم قاعدين في البيت وبس. ما فيش شك انه البعض، يمكن البعض الكثير، حصل لهم خسارات مادية سواء كان في الداخل او عندهم بزانس تأثرت او بزانس اضطروا ان هم يقفلوها permanently. فما فيش شك انه دي بتزود في الضغوط النفسية. كلكم وإن إحنا مش عارفين نروح الكنيسة براحتنا، ده كوم تاني خالص. الكنيسة دي في حياتنا الملجأ والحصن، وإحنا عارفين إنه في شيء لا يعوض وهو الأسرار الإلهية مهما يحصل من تعويضات، لكن الأسرار الإلهية مش ممكن انها تتعوض. حياتنا شكلها اتغير، اللايف ستايل بتاعنا كله اتغير، اجتماعياتنا، شغلنا، خروجنا، دخولنا، لبسنا، تعامل مع الاولاد، تعامل مع الكبار، تعامل مع الصغيرين، النواحي المادية، كل هذه الامور اتغيرت. مفيش شك انه تقليل او تحجيم علاقاتنا الاجتماعية ليه اثاره، لأن إحنا زي ما بيقولوا مخلوقين اجتماعيين. فلما يفرض علينا السوشيال كونسترينتس دي بتبقى مشكلة. من ناحية الطبية، في بعض الناس بيبقى عندها مشاكل اضطرت إنها تأجل عمليات أو طبعا كل الكلام ده برضو ليه أهميته، ولكن كل ده بيترجم في الآخر إن الإنسان يوصل لدرجة إنه ممكن لو سلم نفسه لطريقة التفكير اللي يمكن مش مظبوطة قوي
يوصل لدرجة الغضب الداخلي اللي ممكن يؤدي إلى الثورة الداخلية. يا ترى مين كسبان ومين خسران في الثورة الداخلية دي؟ الناس السياسيين اللي بياخدوا القرارات ما همهمش أنا غضبان ولا لأ، يقولي تعامل مع مشكلتك، إنما هم بيبصوا للموضوع من زوايا كثيرة إحنا ما نعرفهاش أو نعرف منها أجزاء لكن مش كل حاجة. ولكن امتثالنا للقرار السياسي ده مطلب كتابي زي ما احنا عارفين. طيب ايه اللي ممكن نعمله؟ تعالوا ناخد روشتات كده سريعة. من اهم الحاجات اللي الانسان يتنصح بيها يفكر فيها اما تبقى الدنيا قدامه ضلمة شوية، انه يبص للايجابيات. يوم واحد يقول لي هو في ايجابيات في القعدة في البيت؟ مدارس في البيت والشغل في البيت، ويمكن البيت كبير أو مش كبير، يمكن في باك يارد يمكن مفيش باك يارد، محناش قادرين ان احنا نتحرك، العيال تعبت، الكبار تعبوا. طب فين الإيجابيات؟ لا هو في إيجابيات، طبعا في إيجابيات هنتكلم عنها كمان شوية صغيرين. معنى ان انا ابص للإيجابيات ان انا لازم يبقى عندي الاستعداد اني اتغير. وعلى فكرة إحنا في حياتنا بنتغير باستمرار، يعني باختيارنا أو غصب عننا بتحصل حاجات في حياتنا نقوم نتغير، رضينا أم لم نرضى، بتحصل حاجات على المستوى الفردي وعلى المستوى الأسري، ده كمان على مستوى الكنيسة أو على مستوى الأصدقاء أو على مستوى الأسرة الكبيرة أو على مستوى حتى الدولة، بتحصل حاجات بتفرض علينا التغيير. يعني على مستوى الدولة مين كان يحب انه يطلع وباء؟ ما حدش كان مستعد للفكرة دي خالص، ولا الدول الكبيرة ولا الصغيرة. ولكن هتلاحظوا انه قدام الضغوط قدام الظروف كلنا بنتغير على المستوى الشخصي او على مستوى الكبير والصغير. وجزء على فكرة من التغيير، هرجع للحتة دي، إن أنا ببص للإيجابيات، لأن أنا لو ما بصيتش للإيجابيات مش هعرف أتغير، وحفضل قاعد زي اللي فيكو يفتكر زمان كان فيه واحد في جريدة الأخبار اسمه مصطفى حسين، مش عارف لغاية دلوقتي موجود ولا لأ، لما كان بيطلع بكاريكاتير يومي، وكان عامل واحد كده الحين مش فاكر اسمه، إنما كان يطلع كل يوم يقول إيه حظنا هباب. الموضوع ده طبعاً بيتكلم فيه عن بعض الناس اللي ما بيقدرش يبص للبوزيتيفز، إلى جانب إن هو دايماً بيبص في إيدين الآخرين، إنما ما يقدرش يبص للبوزيتيفز. لو الإنسان قدامه صفحة بيضة فيها شوية بقع سودة، الإنسان يقدر يختار يا يبص للبقع السودة ويفضل متضايق، يا يبص للصفحة ككل أبيضها وأسودها فيبتدي يحس إن في حاجات إيجابية. طب تعمل إيه دي؟ تديله الشجاعة والجرأة والإيجابية في المشاعر وفي الأفكار، بشرط إنه يقدر يفكر في التغيير ويبقى innovative، يبقى creative، يبقى مبتكر. لأنه التغيير مش شرط إنه اللي يعمله أخوي يعمله، أو اللي يعمله جاري يعمله، أو اللي أسمعه في نصيحة على اليوتيوب أعمله، إنما ممكن أنا بطلع بحاجات تلائمني أنا وتلائم أسرتي. من أهم الحاجات اللي ممكن إنها تفيد في أيام اللوك داون، والله أعلم بعد كده لما يفكوها شوية إيه اللي هيحصل، هو ما يسمى بالتايم مانجمنت. التايم مانجمنت ده في منتهى الأهمية والخطورة. ليه؟ احنا تربينا كلنا، الله اعلم انتوا سنكم كام، لكن يمكن انتوا سنكم في الثلاثينات او في العشرينات او في الاربعينات، انا مش عارف، يعني انتوا كلكم شباب صغير. انما حتى جيلي انا وانا في اواخر الستينات اهو، احنا تعلمنا ان اليوم اللي نقعده في البيت يبقى يوم اجازة. ايه يوم اجازة ده؟ يعني نسحب راحتنا شوية،
يعني عندنا حاجة نعملها وبعدين نقعد مثلا مريحين، يعني هنتفرج على حاجة في التلفزيون سوا، يعني هنزور نتزار، إنما اليوم بتاع الأجازة هو اللي قاعدينه في البيت. لما تتقلب الآية ويبقى كل حاجة في البيت، المدرسة في البيت والشغل في البيت إلى جانب شغل البيت والكلام ده، وأنا قاعد في البيت لازم السوفت وير اللي جوه دماغي يتغير من إنه قعدتي في البيت مش هي قعدة الأجازة، لأ دي دلوقتي قعدتي في البيت بقت خليط ما بين شغل وما بين عمل، العمل أو التزام وهلوم جرا. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا التزامي اللي كنت بعمله زمان لما بنزل وأروح شغلي والولاد تروح مدارسها ونرجع ويبقى في وقت للشغل ووقت للواجبات ووقت للقعدة العائلية ووقت للأكل ووقت للتي في، الحاجات دي كلها لازم تستمر طبعا بتحور، مش هتبقى بالظبط زي ما كنا بنروح مدارسنا وخلافه، هتبقى شوية بتحور. طب ليه الكلام ده مهم؟ لأنه لو ما عملتش كده اليوم هيبقى شكله ملخبط خالص، وهتطلع ضغوط نفسية ممكن إنها تؤدي لمشاكل ما بين أفراد الأسرة الواحدة. فالتايم مانجمنت هنا مهم جدا، زي بالظبط ما كان عندنا ستراكتشر في حياتنا لما كنا بنخرج نروح شغل ومدرسة، لازم يبقى في ستراكتشر في حياتنا حتى واحنا قاعدين في البيت وكل حاجة بتتم واحنا في البيت. أما قلنا في الأول focus on positive، لازم أستمر positive. ليه بقى؟ لأن ده طبعا هنيجي للصلاة حالا دلوقتي، لأن ده هو القدوة، الرول موديل، القدوة، فاهمين قصدي؟ مش لاقي الكلمة اللي ممكن الإنسان يديها لولاده. زي ما حضراتكم عارفين ولادنا كان عمرهم 2 أو 5 أو 9 أو 12 أو 16، ولادنا بيبصوا لنا ويتعلموا مننا شوية حاجات مهمة جدا جدا جدا، من أهمها التعامل مع الضيقات، التعامل مع الضغوط. بيتعلموا دي؟ بيتعلموها من الكتاب؟ لا. بيتعلموها من وعظة؟ لا. بيتعلموها من مدارس الأحد؟ لا. بيتعلموها إزاي؟ بيتعلموها لما يشوفوا بابا وماما بيمروا بضيقات هم فاهمينها أو حاسينها أو سمعوا عنها حسب مفاهيمهم وسنهم، ويشوفوا بابا وماما بيعملوا إيه. عشان كده لما بنتكلم على focus on positive و stay positive و time management، إحنا بنتكلم على درس عملي. طبعا الموضوع ده هيساعدنا، لكن درس عملي لولادنا. ليه بقى؟ لأن ولادنا هيتعلموا مش بس وسط جائحة الكورونا زي ما بتتقال في الإعلام المصري، لكن هتتعمل على المستوى الشخصي اللي هتبقى حاجة بنستعملها مدى الحياة. يعني لما يلاقوا كلمة stay positive and focus on positive، التركيز على الإيجابيات، الموضوع ده هيبقى درس مهم جدا ليهم يعيشوه ما حيوا. فطبعا الموضوع ده في منتهى الأهمية. كلكم، وإن أنا أطلب معونة ربنا، ودي بقى بنعملها باستمرار. جميل جدا الفيديو اللي انتوا عرضته لنا قبل كده، أشكركم، أنا اتعلمت منه لجاجة، عجبتني قوي تأمل بابا شنودة على حكاية إن أنا أفضل ماسك في ربنا مش بس عشان مشكلة ولا عشان يديني بركات معينة، لكن ده عشان يقعد يغسلني فبقى أكثر من الثلج. شوف إحنا قلنا المزمور 50 ده كم مرة في حياتنا؟ يطلع 10,000 مرة، لكن أول مرة تضرب في دماغي. فأنا أشكركم لأني اتعلمت منكم حاجة جميلة ومن البابا شنودة. طول ما أنا بمسك في المعونة الإلهية دي، حاجة بقى العلم ما يعرفش يقيسها،
يعني العلم يعرف يقيس كل الكلام اللي انا قلته ده، ويعملوا ابحاث ويعملوا كويشنيرز ويعملوا مش عارف ايه، انما يجي عند المعونة الإلهية دي بقى محدش يقدر يقيسها. يعني انا بستغرب اما كنت اشوف واحد زي البابا كرولوس بكل يعني مشاكل، يعني ايه بابا، ودخل في مشاكل كثيرة جوه وبره الكنيسة، ولكن كان يهمه جدا انه يصلي كل يوم عشية وقداس، ويطلع زي المخسور رمى كل حاجة على ربنا وطالع فرحان جدا. بابا شنودة برغم كل المشاكل اللي هو عاشها، لكن كان دايما يروح يومين او تلاتة في الدير، يدخل قلايته ويطلب المعونة الإلهية. الناس دي علمتنا إنه حتة المعونة الإلهية دي في منتهى الأهمية في حياتنا. الحمد لله إنها موجودة عندنا، يمكن ناس تانيين مش موجودة عندهم. شوية بقى حاجات يعني عملية. إحنا اتحرمنا من السوشياليزيشن، ولكن ربنا خلق لنا زوم. وزوم على فكرة ده مش قديم قوي، وكأن يعني الانترنت اللي كان الكثيرين بيلوموه في حاجات كتيرة، لكن اهو في موضوع زي ده نفعنا، مش نفعنا بس على مستوى الدراسة والشغل، طبعا نفعنا، لكن نفعنا ايضا على مستوى حضور كنيسة، اجتماع زي كده، وكمان على المستوى الاجتماعي زي ما حضراتكم عارفين ناس كتير بتعمل زيارات على الزوم او على اي حاجة تانية، فيس تايم او خلافه. الزيارات حتى النهاردة، الكشوفات الطبية وحاجات تانية كتير، والتعليم، كل ده بقى على الزوم. طب أنا فقدت اجتماعيات، أقدر إن أنا أحط الزوم بدلها. وأنا بسمع كل يوم والتاني أمثلة، سواء ناس في كنائس سواء ناس في أسرة بيعملوا الزوم ويشوفوا بعض، سألوا على بعض، و و و و مختلفة طبعا إن إحنا نقعد ونحكي وناكل سوا أو ناخد كيك وقهوة، ولكن المتاح فده بيديني alternative. وزي ما اتفقنا قبل كده أنا لازم أكون creative، لازم أكون بفكر في ابتكارات، فأدي ابتكار يديني جزء من الإحساس الجميل، الزيارات والاجتماعيات، ومش هنفقدها بالكامل. لكن في الوقت نفسه لازم نفكر ان في حاجات تانية، زي مثلا ايه الحاجات اللي نقدر نعملها مع اولادنا حتى لو ما كانتش اصلا بنعملها زمان. موضوع القراية طبعا ده موضوع لطيف، وانا بسمع كل يوم والتاني امثلة حلوة، فلاقي مثلا ان في اسرة بتعمل مسابقة قراية، احنا بتعمل على مستوى كنيسة او حاجة، لكن ممكن اب ام اولاد يعملوا مسابقة قراية أو قعدة قراية، كل واحد بيقرأ الحاجة اللي تناسبه على حسب سنهم طبعا. أحيانا الجيمز، يعني في ناس ابتدوا يقولوا ده احنا قعدتنا مع بعض نعمل جيمز، والجيمز مش معناها بس الطاولة والشطرنج، ولو ان دي حاجات مش وحشة، لكن في بعض الجيمز بتبقى مفيدة في المعلومات العامة، بتبقى مفيدة في الكلمات والسبيلينج، وفي جيمز بشتى الأنواع والأشكال. طب دي بتعمل إيه؟ خلوا بالكم الكلمة دي common interests، يعني نلاقي اهتمامات مشتركة بيننا وبين باقي أفراد العيلة. طبعا ده مهم جدا، لأن ده، ودي واحدة من المميزات بقى، ده بيخلق bonding، يعني يلزقوا في بعض كده، يبقوا قريبين من بعض على مستوى المشاعر، يخلق بوندينج بين أفراد العيلة. وطبعا ده موضوع ليه أهمية، وده إن ما كانش من أهم الحاجات اللي الطفل يتربى عليها، إنه يبقى فيه تقارب في المشاعر، أفكار، وفي حاجات تانية كتير، وده بيبني شخصية أطفالنا. طبعا كل مرحلة غير التانية، لكن بيبني شخصية أطفالنا. فلما يبقى في شيء مشترك، قراية، جيمز، أو مثلا كومبيتيشنز، يعني في بعض الأسر بتعمل إيه، يقروا حاجة ويعملوا فيها مسابقة، أو حتى المسابقات العادية،
اللي هي ممكن انها تتلاقى على الانترنت او في كتب ليها، المسابقات العادية، ويقعدوا يعملوا جوائز، ويبقى مين ايه ومين يطلع خسران يبقى هو اللي يعمل لنا الشاي وحاجات زي كده. الحاجات دي بتخلق روح حلوة، لكن بتخلق الكومن انترست الى جانب انها ممكن تكون مفيدة على مستوى النمو الشخصية وعلى مستوى النمو العاطفي بين افراد الاسره. موضوع الاستاديز بقى ده موضوع لطيف قوي. يعني انا استغربت، واحد بيقول لي من فتره قريبه، يمكن من اسبوع، بيقول لي ان هو كان جاي من مصر وكان عنده يعني شهاده كويسه، ولكن ظروفه اول ما جه ما قدرش انه يعادل الشهاده دي. فبيقول لي انا خلال فتره اللوك داون ده خد معادله الشهاده، إلى جانب ناس تانية كتير أعرف إنها عملت دراسات، سواء كانت وحاجات كلها أونلاين طبعا، سواء كانت لاهوتية أو كانت دراسية أو كانت في مجالات أخرى. واحد كان نفسه من زمان يتعلم الشيء الفلاني أو العلاني. فيعني الموضوع مش كله ضلمة، لا، ده فيه إيجابيات أهو. ده احنا نقدر نركز على الإيجابيات دي، وده زي ما اتفقنا عشان يخلق الcommon interests. لأن وجود interest للأسرة كلها بالذات مع الأولاد بيخلق روح جميلة جدا جوه الأولاد، جوه الأسرة، ليها فوائد long lasting يمكن العمر كله. مش هننسى كمان الفيتنس، والفيتنس هنا مش مجرد إن احنا نخلي بالنا من الأكل، طبعا ده مهم وإلا الواحد يزيد في الوزن، لكن ده كمان من ناحية الفيزيكال. وفي كل اللوك داونز بيسمحوا بالفيزيكال فيتنس، سواء كان بره البيت أو ممكن تتعمل جوه البيت، ودي طبعا مهمة جدا. لكن ما ننساش السبريتشوال فيتنس، وإزاي دي مرحلة فيها وقت أحسن. يعني من فترة برضو كان أحد الأشخاص بيقول لي أنا كنت دايما أسرق صلاة باكر والنوم وأنا سايق بالعربية رايح وراجع الشغل، لأن هو يومه طويل يعني في الشغل. بيقولي دلوقتي بقى عندي فرصة إن أنا أقدر أقف وأصلي. ده مش بس كده، أنا كمان بقرأ حتة في الإنجيل ولا إصحاح ولا كده مع الصلاة الصبح وبالليل. ده أنا ما كنتش بعرف أعمل كده خالص. فيعني الموضوع فيه إيجابيات مش مجرد إنه سلبيات، وإحنا قاعدين في البيت والعيال بتتخانق وما فيش مكان كفاية والعيال بتغلس على بعض وهلوم جر. يوم واحد يقول لي طب يعني لو الأولاد في البيت، والأولاد يعني احنا عارفين يعني أحيانا الأولاد بيبقوا يعني عندهم كده شوية غيرة، أحيانا ده داس على رجل ده، ده خد الألم من ده، على حسب برضو السن. يعني احنا بتكلم شو يمكن على الأطفال في مرحلة صغيرة ابتدائي أو ما قبل، كل الكلام ده مظبوط، ليهم طلبات كتير طبعا مظبوط. الولاد محبوسة في أربع حيطان طبعا مظبوط، نقدر نخرج بيهم أحيانا بس مش على طول. كلامكم سليم 100%، لكن وجود بابا وماما جوه البيت، خلوا بالكم الكلمة اللي هقولها، هاديين، لأن هما من جواهم في سلام، هيقدروا يتعاملوا مع المواقف دي. لكن أهم من كده، هيعدوا ولادهم بالهدوء، حتى لو العيال بيزنوا ويزنزنوا. واحد يقول لي يا عم انت بتقول كده عشان ولادك كبروا وانت دلوقتي بيت جد ومش دريان. كلامكم صح، انا ما عادش عندي عيال صغيرين في البيت، احفادي دلوقتي بقوا حوالين سن 10 ازيد واقل. كلامكم صح، ولكن ده مش معناه ان وجود الهدوء في البيت ما بيعديش الاولاد، لا، بيعدي الاولاد. ونجرب، لان كل ما بنبقى احنا هاديين كل ما الاولاد حتى لو اختلفوا بيتعلموا مننا الهدوء. خلوا بالكم، والعكس صحيح، لما يشوفوا بابا وماما يعني زي ما بنشوف في الافلام المصريه احيانا يزعقوا في بعض، أنا متأكد ده ما بيحصلش في بيوتنا يعني، لكن لما يسمعوا كده إنه في زعيقة كده ولا حاجة، تلاقي الأولاد للأسف يعني بيطلعوا هم كمان عندهم مشكلة في الزعيق.
طب ايه اللي احنا عايزين نحققه بقى بالكلام ده؟ زي ما اتفقنا قبل كده، البوندينج اللي هو ان هم يقربوا من بعض ويبقى في بينهم التصاق على مستوى المشاعر، ويحبوا بعض اكتر ويتعلموا من بعض اكتر، ويبقى في احساس بالاسره الواحده. طبعا ده مهم جدا، الاولاد يحسوا ان بابا وماما عندهم وقت اطول، عندهم ابتسامه اكبر، عندهم هدوء، بيلعبوا اكتر، بيسمعوا اكتر، بيتعاملوا معاهم على مستوى يمكن اديهم احساس بالامان اكتر. تاني حاجه من الناحيه الروحيه، انا متاكد ان ده بيبقى شيء جميل جدا ان الناس تكبر، واحنا المفروض ننمو روحيا على طول. طبعا بقول الكلام ده لنفسي، مش بقوله لحضراتكم، لكن وجودنا في البيت يمكن يدي فرصه لقرايه اكتر، يمكن دراسه اكتر، يمكن ندرس سفر مع بعض، يمكن ندرس رساله مع بعض. كل الحاجات دي نقدر نستغلها تدينا روحيات اعلى، معلوماتنا هتزيد طبعا. والا يعني البعض بيقول انا قعدت قدام التلفزيون اكتر، كويس لو في حاجات مفيده، لكن قعدتي قدام التلفزيون عشان اشوف افلام في افلام ومسلسلات باستمرار مش هتديني معلومات كتير. فلازم وقتي زي ما اتفقنا في الاول، تايم مانجمنت مهم جدا، ولازم يبقى عندي اهداف واضحه، والا هطلع في نهايه القعده دي وليها نهايه، هطلع في نهايتها معلوماتي ما زادتش وتبقى يمكن فتره خساره. يمكن الفيزيكال فيتنس اللي اتفقنا عليه يديني فرصه ان انا ابقى سترونجر فيزيكلي كمان، ولكن اخر واحده دي لطيفه جدا بقى، سترونجر ويل باور، الاراده. واحد يقول لي دي تجمد ازاي؟ ده كل الكلام اللي قلناه معتمد على الاراده. بمعنى ايه؟ لما اتفقنا ان انا ابص للايجابيات دي عايزه اراده، ان انا احكم افكاري ما ابصش للسلبيات، لا ابص للايجابيات. لما انا اعمل تايم مانجمنت واوضب وقتي دي عايزه ايجابيات، عايز ان انا اعرف اتحكم في وقتي والتزم بيه، مش مجرد ان انا اقول هعمل وتاني يوم اقول اديني قاعد في السرير شويه زياده، لا التزم بيه، التزم بالتايم مانجمنت والستراكشر اللي انا حطيته في حياتي، ان انا اشوف الايجابيات وان انا اعمل دراسه اكتر او اعمل كومن انترست مع الاولاد او كل الحاجات دي محتاجه سترونج ويل باور. فلطيف ان انا اطلع كسبان كل الحاجات دي، ولكن يمكن اهمهم ان انا بقوي العزيمه واقوي الاراده، وزي ما بيقول الكتاب ان حاكم نفسه افضل من حاكم مدينه. فطبعا ده فرصه حلوه ان احنا نطلع كسبانين الموضوع ده. مش هتكلم كتير عن الريزيلينس لان مش ده موضوعنا، ولكن الصوره اللطيفه اللي موجوده هنا إنه ممكن الزرعة تطلع حتى وسط الأسفلت، بمعنى إن أنا ممكن أكبر وأنمو حتى في الوقت اللي شكله ضحل وصعب وهلم جرا. البوزيتيف ثينكينج ده أهم حاجة، وعشان كده مفروض عليا إن أنا هقعد في البيت وقت طويل بمشاكله اللي إحنا اتفقنا عليها في الأول. كل ما أبص على الإيجابيات وكل ما أعمل تايم مانجمنت بربي جوايا الريزيلينس. الريزيلينس اللي هي المقاومة، هي فترة صعبة لكن المقاومة بتبقى لطيفة جدا جدا. أحكي لكم حكاية صغيرة عن أبونا بشوي. تعرفين أبونا بشوي كامل اللي أنا بتكلم عنه. أبونا بشوي في مرة أمن الدولة طلبوه، وأظن أنه هو راح أمن الدولة مرات عديدة يعني، فراح وتكتيك من اللي بيعملوه في أمن الدولة إن هم يقعدوا واحد في الأوضة يقولوا له هنجيلك دلوقتي نعمل معاك تحقيق، ويسيبوه ساعات طويلة طويلة طويلة، وقعدوا يتفرجوا عليه من بره باللي هي الوان واي سكرين دي، ويشوفوا يا ترى هينهار إزاي وهينهار. يمكن إحنا شفنا الموضوع ده في مسلسل الاختيار 2 اللي منكم بيتفرج على المسلسلات دي. طيب أبونا بشوي دخل المكان ده ودخلت أمن الدولة، مش حاجة لطيفة يعني،
بعد الشر عليكم، إنما اللي منكم يعرف حد راح لأمن الدولة يبقى عارف إن القعدة جوه المبنى في حد ذاتها متعبة جدا. فراح قعد، وبعدين هما طبعا بيقعدوا مدة طويلة، فأبونا بشوي طلع إنجيله الصغير وقعد يقرأ. ساعات عدت وجاب اللي هيحقق معاه، ودخل ولقاه هادي جدا وبيرد بمنتهى التركيز، وما طبعا يقصدوا ان هم يأثروا على نفسية الانسان فيعترف او يعني يقول الكلام اللي هم عايزينه. فما لقوا ان هو هادي جدا وبيرد بمنتهى وضوح الفكر، فالراجل بيقول له انا يعني مستغرب ما شفتش واحد زيك هادي. فقال له طب وانا هتضايق ليه؟ انا معايا انجيلي ومعايا مسيحي، فانا اتضايق ليه؟ حتى لو قعدت اكتر من كده انا مش هتضايق، انا معايا انجيلي. فالموضوع ده يعني طبعا امثله كثيره جدا معاصره وقديمه. الموضوع ده معناه ان انا لما ابص على الايجابيات والقوه اللي موجوده في حياتي على مستوى الروح وعلى مستوى الشخصيه، والاتنين مرتبطين ببعض زي ما احنا عارفين، الموضوع ده يديني مقاومة شديدة جدا، ويخليني مش بس أنا أبقى عندي القوة زي ما اتفقنا في السلايد اللي قبل كده، لكن كمان أعدي بيها أولادي والناس اللي حواليا. Practicalities بتعجبني أوي الجزئية دي. بدل ما أنا أقعد أتوقع هفتحه إمتى هيعملوا إيه، أو لا في أمل، وطالما في أمل يبقى في ابتسامة. والموضوع ده في حد ذاته المثل الأعلى لزوجتي وأولادي، أولادي وزوجي، لأن ده موضوع مهم جدا. فبدل ما أنا قاعد بس على التوقع هيفتحوا إمتى، لسه هيطولوا، لسه كمان الأعداد بقت إيه، والكلام اللي شكله غامق ده، لا أنا ممكن إن أنا أبص على الهوب. واللطيف إن الأسترالي يمثلوا كلمة الهوب، يقولوا إيه؟ The light at the end of the tunnel، النور اللي في آخر النفق. فلطيف إن أنا يبقى دايماً عندي رؤية إن هتنتهي، على رأي البابا شنودة الجميل لما يقول مسيرها تنتهي، وكل حاجة بتنتهي، كل حاجة ليها بداية ليها نهاية، حتى اللوك داون اللي ليه بداية ليه نهاية. تاني حاجة زي ما اتفقنا، كل ما يبقى عندي structure في حياتي، كل ما يبقى عندي time management، كل ما أنا بخلق حاجات مشتركة بيني وبين أولادي وبيني وبين أسرتي، حتى لو كانت زرع في جنينة أو أي حاجة مشتركة بيني وبينهم، دي بتدي إيجابية في حياتنا. وتالت حاجة ناخد بالنا قوي، بنبص لأنهي ميديا، سواء كانت تي في أو فيسبوك أو يوتيوب. مش كل حاجة يا أخواتي موجودة على الفيسبوك واليوتيوب أصدقها، كلام كتير بيطلع مش سليم. حتى في موضوع الفيروس، موضوع الفاكسين، في كلام كتير مش سليم، فياريت احنا ناخد بالنا شوية من الجزئية دي. سيبكم بقى في النهاية مع الآية الجميلة جدا بتاعت سفر مراسي أرمية. نعرفين سفر مراسي أرمية ده كله يعني ايه؟ حزن. احنا عملنا وانت سبتنا ولكن ما سبتناش، ويعني في ميلودي كده لطيفة زي ما احنا عارفين بيتقرأ يوم الجمعة العظيمة في الساعة الثانية عشر، ساعة الدفنة. لكن بتعجبني في الإصحاح الثالث لما يقول His compassions fail not، لأن مراحمه ما بتنتهيش أبدا وبتتجدد كل صباح. They are new every morning. تعجبني قوي الآية دي، مليانة مليانة هوب، وإحنا يعني كنيستنا هي كنيسة الهوب، وديانتنا هي ديانة الهوب. أنا كده وصلت لنهاية البرزنتيشن، أنا بان عليا طولت شوية، معلش أنا بعتذر لو كنت طولت، لكن إذا كان في أي مناقشات أو أي تساؤلات أنا هكون سعيد إن أنا دردش معاك. مرسي جدا يا دكتور سمير. لا طبعا حضرتك يعني ما طولتش، احنا مش عايزين البرزنتيشن يخلص. ابتدت الاسئله تيجي، طبعا كان في اسئله قبل الـ يعني البرزنتيشن، فممكن اخد اول سؤال. بيقول سوري
how can we limit screen time during lockdown? Mainly يعني بالنسبة للأولاد والأزواج كمان والزوجات. أنا لسه كنت هسأل للكبار ولا للصغار؟ لا ما هو اللي بعد السؤال ده يعني مش عارف، السؤال شكله حريبي شوية. أوكي. أنا مش متأكد إذا كان في طريقة للكبار غير الصغيرين. الفرق بس بين الكبار والصغيرين هو القدوة. لو الأولاد شافوا بابا وماما لازقين في السكرين على طول، لازم هيعملوا زيهم، والعكس صحيح. طب إحنا إزاي بنقلل السكرين تايم زي ما اتفقنا موضوع التايم مانجمنت؟ هنبقى حالمين وغير حقيقيين لو قلنا إن إحنا مش هنتفرج على اليوتيوب أو الفيسبوك أو تلفزيون أو أي حاجة، هنبقى يعني مش حقيقيين. ولكن لما تبقى في خلال إطار التايم مانجمنت، خريطة اليوم، التايم allocation لكل حاجة، هنلاقي إن الوقت بتاعها أصبح محدود. طيب في أولاد بالذات لما يدخلوا التين ايج بيبقى الموضوع بالنسبة لهم حرق شوي، بالذات لما مثلا بيبقوا مع أصحابهم على لعبة معينة أو حاجة، حتى دي هنسمح بيها. ولكن لو عندنا مشتركات، لو عندنا common interest مع أولادنا حسب المرحلة السنية اللي هم بيمروا بيها، حتى لو كانوا teenagers، هنلاقي إنه time بتاع السكرين الأوتوماتيك. فأنا أظن إنه يعني نحتاج إن إحنا نفكر في المحاور دي وإحنا بنرد على السؤال ده. مرسي جدا يا دكتور. السؤال اللي بعد كده ازاي بيقول ازاي اكون هادي واستفاد من اللوك داون وانا خسرت شغلي وعندي مشاكل ماديه ونفسيتي تعبانه جدا؟ ما بيتهيأليش ان ده موقف سهل، وانا طبعا بحترم جدا جدا اللي بيمر بظروف زي كده، ويمكن لو أنا في نفس الموقف كنت أنا كمان بقيت متوتر. ولكن نفتكر دايما إنه هو يعتني بكم. لما يقولنا أشتكم على كفي، دي مش هزار، ولما تبقى جاية من ربنا دي مش هزار. وعود ربنا، وأنا بيعجبني أبونا داود لمعي كان مجمع وعود الله، كان مجمعها في يعني سلسلة من المحاضرات بتاعته. ربنا لما يوعد لازم بيوفي، ولكن بيوفي في الوقت والطريقة اللي هو شايفها. لكن الموقف اللي حضرتك بتمر بيه كل الاحترام، ولكن مش هنفقد الأمل في إن إحنا أولاده، مش هنفقد الأمل في إنه زي ما بيقول في الرسالة، بيقول الذي وهبنا كل شيء. لما هو ادانا ابنه وادانا ان احنا نبقى اولاده، مش هيعتني بينا، هيعتني. فانا متاكد ان ليها مخرج، حتى لو المخرج شكله طول شويه، ولكن انا متاكد ان ليها مخرج. وطول ما احنا بنمسك في ربنا بلجاجه زي الفيديو اللي سمعناه في الاول، اكيد ان ربنا مش هيسيبنا. لكن بحترم مشاعرك جدا. I feel that everyone around me is stressed and in the negative thoughts. How can I deal with that when I'm hardly having energy to keep myself motivated? طبعا أنا مش عارف مين everybody around me. هل أنا ده مثلا زوج بيتكلم على زوجته أو العكس، ولا حد صغير وبيتكلم على بابا وماما وإخواته اللي حواليه؟ هو في الغالب يعني adult age، يعني parents يعني، أو بينه وبين صحابه families كمان. كلام طبعا إحنا كلنا بنتأثر باللي حوالي، أنا واحد من الناس أكيد بتأثر باللي حوالي. ولكن لطيف إن الواحد يفتكر إن إحنا ممكن نبقى أنا القائد مش أنا المنقاد.
بمعنى إنه رغم إن اللي حواليا مشدودين متوترين، يمكن لما أخد خطوة لورا، مش هبعد عنهم يعني، لكن أخد خطوة لورا وابتدي أنا أفكر في نفسي، وابتدي أنا أفكر في الإيجابيات اللي في حياتي، وابتدي أنا أطبق التايم مانجمنت، وأبقى أنا إينوفيتيف في تغييرات حياتي، وأبص على الإيجابيات وأشتغل عليها، وأحسن من علاقاتي بأولادي، وأحسن من الكومن انترست، وأزود قراياتي، وأفرح باللي حواليا اللي أنا أقدر أخليه إيجابي في حياتي، يمكن مع الوقت هم اللي يغيروا مني. يمكن كل الناس اللي هم شايفين الدنيا نيجاتيف يبتدوا يقولوا لي آه صحيح ده ممكن تبقى كده أو كده أو كده. وأنا عارف إن الكلام سهل وتنفيذه صعب، أنا عارف، وأنا بحترم إنه هيحتاج مجهود مننا، ولكن وضعت عليا الضرورة. ما أنا مش هقدر أغير، طالما أنا مش هقدر أغير الوضع، ما أقدرش إن أنا أفضل بقيت فترة اللوك داون وما بعدها، لأن أنا متأكد إنه ما بعدها هيبقى فيه حاجات تانية نتكلم فيها. ما أقدرش إن أنا أفضل أقول حظنا وحش، ما أقدرش أفضل أقول كده، يبقى أنا بضيع وقتي. أفتكر مرة زمان وأنا شاب صغير، كان في يعني فترة كده مريت بضائقة شديدة، أنا ما زلت فاكرها كويس. أب اعترافي في الوقت ده كان يعني يقعد يقول لي شوية حاجات كده بيني وبينكم، ما كنتش بسمع الكلام وكنت بفضل قاعد متضايق. وبعدين لما خلصت المشكلة قال لي كلمة عمري ما هنساها، قال لي خلصت المشكلة، وأنا كنت فرحان بقى المشكلة خلصت. قال لي تخيل بقى لو أنت كنت سمعت كلامي في كذا كذا كذا، وهي أغلبها الكلام اللي أنا بقوله لكم دلوقتي، لو كنت سمعت كلامي مش كنت زمانك نميت روحيا واستفدت من المشكلة؟ فلزقت في دماغي بقى من يومها وأنا شاب صغير خالص إن المشكلة دي يستفيد منها يخسرها. فأنا لما ببقى جوه مشكلة، المخ بيطلع بشوية حاجات لطيفة جدا عمري ما كنت حمر بيها لما كنتش في مشكلة. فنبص على المشكلة إنها فرصة للنمو وليست فرصة إن أنا أقعد يعني ألوم حظي العاثر. فلو بصيت لها من الزاوية دي هطلع من كل مشكلة في حياتي وأنا أكبر شوية من الناحية النفسية، الناحية الشخصية، وكمان من الناحية الروحية. فياريت نبص للمشكلة إنها فرصة للنمو اللي يقول عليها التجربة اللي تكبر. فيلا بينا نبص لها من الزاوية دي، صدقوني هنستفيد كتير. شكرا جدا يا دكتور. مش في كذا سؤال تاني. I fear that once the lockdown is over, I may lose many of the benefits of time and quality family that we gained. How we can keep our lockdown gains after we return to our busy life once again? I love that. في ناس عجبها اللوك داون. انا سعيد جدا ان في ناس حسوا ان اللوك داون is beneficial. Yes, it is. It is very beneficial. وانا بس عايز اقول انه نهاية اللوك داون، طالما انا كبرت وطالما انا دقت حلاوة حاجة معينة، سواء كانت وقت اطول الصلاة، وقت اطول للقراية، وقت أطول للتعامل مع أسرتي، طالما أنا دقت حلاوة الموضوع ده، after the lockdown I will reshuffle my days, I will reorganize my days and restructure them to keep the time. حتى لو أنا اضطريت أنزل شغلي، حتى لو الأولاد بيروحوا مدرسة، لكن I will manage. مش هيبقى بالظبط زي قبل اللوكداون، ومش هيبقى بالظبط زي ايام اللوك داون، لكن هيبقى بين البنين، لكن هطلع كسبان. حاجه اخيره هقولها، الاستفاده اللي انا استفدتها سواء على المستوى الروحي
عرفت ربنا أكتر، حبيته أكتر، حسيت بشوية آيات جميلة أكتر، دي مش هتروح. حتى لو رجعت أشتغل دي مش هتروح. علاقتي اللي بقت أقوى بابني وبنتي وزوجتي وزوجي دي مش هتروح. حتى بعد اللوك داون هنفضل دايما قريبين، مشتاقين لبعض، نفكر في بعض، حاسين ببعض، فاهمين بعض أكتر وهكذا. فدي حاجات مكاسب ما بتروحش، لكن لأن الوقت سوا جميل، الوقت في الصلاة أطول جميل، هحاول إن أنا restructure my life عشان أحافظ على الوقت. ميرسي جدا. تالي ده آخر سؤال معانا. How we follow the time management during lockdown? When I feel like I'm 24/7 have to be cleaning and cooking for everyone to keep up and in between doing my work from home. طبعا بتهيألي السؤال يعني معروف جاي من مين. عيني عليك. شوف طبعا this is great. سؤال في محله وسؤال very practical. وعشان كده لما اتكلمنا في الأول عن time management ما كانش المقصود إن time management ليا أنا بس، ده time management للأسرة كلها. يعني أنا ما أعرفش طبعاً الزوج بيشتغل ولا لأ جوه البيت ولا برا البيت، لكن يقدر يبقى عليه مسؤوليات معينة. ما أعرفش الأولاد سنهم كام، لكن أعرف إنه ممكن يبقى لهم مسؤوليات معينة. cooking and cleaning all the time عندك حق، إنما لو ولادي بيقدروا ياخدوا مسؤوليات ويساعدوا هيبقى مهم جداً عشان هم يتعلموا، وعشان يتعلموا ان في حاجه اسمها شيرينج، ويمكن يتعلموا الطبيخ، مين عارف في المستقبل هيطبخوا لنفسهم ولا لا، ولاد او بنات، ما حدش يقدر يضمن المستقبل. ولكن حته التايم مانجمنت مقسوم مقصود بيها الاسره ككل، ده سكيم بينزل على الاسره كلها. And it becomes very unfair انه كله يقع بس على دماغ ماما او الزوجه. That's very unfair. وأنا متأكد إنه لازم الكل بيشارك في الـ house duties. دي ما فيهاش مناقشة يعني. مرسي جدا يا دكتور سمير على الكلمة الجميلة ديت، وناخد منك بقى كده وعد إن شاء الله إن كل مثلا 3 شهور مثلا once كده every 3 months لو ينفع via Zoom يعني. بالزوم طبعا احنا نتمنى ان حضرتك تبقى معانا طبعا فيس تو فيس، بس احنا يعني مش مسموح لنا نروح في اي حته غير سيف واي. معلش ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله لا خير باذن الله يعني. السؤال باذن الله يعني نشوف حضرتك. هو في سؤال طب تاني جه، معلش ناخد السؤال الاخر سؤال، انا اسف يعني. طيب اوكي معلش سوري لوقتك. We grow up knowing the importance of teaching the kids to have it of the communion and to have it regularly. And now we and they survived many weeks without communion. How to keep them motivated post lockdown? This is exactly what I was saying early on, that post-lockdown, which is termed the reintegration period, هيبقى فيه challenges جديدة. احنا دلوقتي بنتكلم بس على ال challenges of the lockdown. Reintegration into real life carries lots and lots of challenges. دي واحدة منهم. مدارس الأحد اللي بقت على الزوم هنودي الأولاد الكنيسة ازاي؟ المدارس اللي بقت على الزوم الولد بيصحى قبل ميعاد الدرس ب5 دقايق ويدوب يحط التيشيرت من فوق ولابس البيجامة من تحت، كل الحاجات دي هتبقى challenges فيما بعد. لكن
يعني هنتكلم عليها في وقتها بإذن الله. For the time being, التايم مانجمنت مهم جدا، لأن ده هيسهل لنا اللي بعد كده. بمعنى إن الولاد ما فيش حاجة اسمها يحط التيشيرت من فوق، وبابا وماما مش بس لابس القميص بالكرافتة من فوق وتحت بالشورت. لازم الولاد يشوفوا إن التايم مانجمنت يعني حياتنا ما تأثرتش، حياتنا ماشية بالظبط زي ما هي، بنلبس بالظبط زي ما نكون رايحين الشغل، وبنصحى في الميعاد بتاع الشغل، وهكذا. كل الحاجات دي لازم تبقى موجودة، علشان ده هيسهل الري انتجريشن بعد كده. في سؤال بيقول how can I motivate people around me positively without making them feel down that they are not there yet? They are not what? There yet. They are not there yet. It's very interesting question. Thank you. الحقيقة لما ربنا حب إنه يشجع الناس في سفر الرؤيا ويقول لهم أنتوا غلطانين في حاجات، الإصحاح التاني والتالت رسائل للكنائس السبعة درس سايكولوجيكال. ابتدى السبع رسائل بمديح، وبعدين قال اللي هو عايزه، وانتهى بمديح. يقولوا عليها في كتب السايكولوجي طريقة الساندويتش. فما نبتدي بمديح وننتهي بمديح ونقول اللي احنا عايزينه في النص، الموضوع ده بيخلي اللي قصادي يسمع أكتر ويستفيد. لكن لو أنا بس بتكلم نيجاتيف، ده كده غلط، اعمل كذا، انت ليه ما عملتش، من غير ما امدح في الأول وامدح في الآخر، هلاقي ان أنا خسرت اللي قصادي وربيت جواه anger بدل ما ربي جواه إحساس انه عايز يسمع ويتغير ويفهم، هربي جواه anger. فعشان كده لطيف ان أنا ابتدي دايما بالمديح. اما احب اقول لحد حاجه حتى بين الازواج، نبتدي دايما بمديح، فيقول لها بصراحه انا قد ايه عايش في سلام معاكي، وانتي احسن زوجه في الدنيا، وما حصلتيش و و و و، بس يا ريت ما تطبخيش المسقعه تاني لانها طلعت محروقه، حاجات من هذا القبيل، وبعدين ينتهي بمديح. انما لو ابتدى يقول لها حد يطبخ المسقعه كده، خسرها للابد. فلطيف ان احنا نبتدي بمديح وننتهي بمديح، وفي النص نقول اللي احنا عايزينه، هيتسمع اكتر. جميل جدا. وفي اخر حد بس بيقول يعني ما بنحبك جدا يا دكتور سمير، ونحب نشوفك تاني، ده السؤال بس يعني شكله مطلب كده للناس كلها، فان شاء الله باذن الله يعني قدام الاجتماع يكلموا حضرتك، وباذن الله يبقى فايا زوم لغايه ما الدنيا تفتح. كل بس 3 شهور كده حضرتك تنورنا. ربنا يرتب الخير، ربنا يدينا عمر يرتب الخير. اشكركم وخلوا بالكم من نفسكم. ايش قبل ما حضرتك تختم لنا بقى بصلاه باذن الله، بحب بس افكركم ان باذن الله الاسبوع اللي جاي معانا اخونا صمويل ماهر، هيكلمنا على موضوع سوري ثانية واحدة تشيك برضو معلش الكالندر. معانا سوري معانا مريت إن شاء الله بإذن الله، أختنا مريت تكلمنا على maintaining a positive outlook بإذن الله. إن شاء الله مريت تبقى معانا via Zoom الأسبوع اللي جاي. الدكتور سمير بقى يختم لنا بصلاة جميلة كده، وبإذن الله نشوفكم على خير. معلش أنا ممكن أقول لحضرتك حاجة؟ أنا كان عندي ميعاد تاني الساعة 9، فأنا already running late. بعد إذنك معلش سامحوني، أنتوا هتصلوا وتصلوا لي، لكن أنا بشكركم على فرصة الخدمة دي، اديتوني بركة، أشكركم. سوري إن إحنا أخرنا حضرتك. تحت أمرك. Thank you. نصلي صلاة بسيطة يا جماعة ونختم الاجتماع. بسم الله وبحمده ونحمده ونستغفره. إلهنا الحبيب نشكرك رب على كل حال ومن أجل كل حال،
أشكرك رب على محبتك رب ورعايتك فينا رب، أشكرك رب على كل حاجة رب حلوة أنت بتديها لنا رب، حتى رب لو إحنا شايفينها رب ما تناسبناش، لكن إحنا متأكدين رب إن هي حاجة رب مادام من إيديك أنت رب حاجة كويسة رب، وإحنا هنقدر رب بمعونتك يا رب هنقدر نتعامل معاها رب، ولو فيها أي صعاب هنقدر نعديها رب. بنطلب منك رب ان انت تحافظ يا رب علينا رب، وتحافظ على بيوتنا، تحافظ على عيالنا يا رب، حافظ على اهالينا في مصر وفي كل انحاء العالم رب، وارفع ايدك رب عن الوباء رب، وخلينا رب نرجع تاني كنيستك رب وبيتك، ما تقفلش يا رب باب الكنيسه في وشنا رب. اخيرا رب والعز اخر محبتك فينا بشفاعه امك البتول الطاهر قديسه مريم جميع الرسل والقديسين الذين أرجوك منذ البدء، اسمعنا من كل صوت ابن قائلين: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وزنا زغل أعطينا فيه، وأغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، خلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، مسيح يسوع أن لك الملك والقوة والمجد، آمين. تعيشوا وتصلوا، وإن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي، نشوفكم ربنا معنا.